احنا الان بالله عليه في العائلات، في العائلات، في المواريث، امان عليك اليوم اذا ما كنت ما كتبت الوصية اضف الى الوصية بندا، اول ما اموت افتح الوصية، اكتب كده افتح الوصية قبل ان تحملوا جنازتي. والله يرضى عنك بلاش حكاية ادفنوني جنب ابويا وامي. طب ابوك وامك في المغرب ولا في كوالا لامبور، هتغلبنا ليه وانت مغلباتي دنيا واخر يا اخي؟ توكل على الله ندفنك في الحتة، انا كاتب في الوصية من المكان اللي اموت فيه ادفنوني. خلاص يبقى تبع شيخه المكان اللي تموت فيه. يا عمي الله يرضى عنك، اللي مات في طائرة احترقت اين قبره؟ واللي غرق في السفينة واكلته الاسماك اين قبره؟ واللي انفجر في قنبلة وغيره وغيره اين قبره؟ عم الارض دي مثوى للجسد، فما تتعبش الناس بعد موتك، تبقاش متعب في حياة وبعدها ريح المساكين اللي سيبهم، ادفنوني في المكان. الامر الاول. الامر الثاني بعد دفني وتقبل العزاء وزعوا التركة ولا تبقوها. في حيزبونات في البيوت اسمهم زوجات، خلاص بالذات الامهات، الاولاد يكبروا 7-8 رجال وثلاث بنات وكده، الاب يموت، الام كانت ممحوة الشخصية ايام زوجها او مسيطرة عليها، فلما مات خلى لها الجو كما قال شاعرنا خلى لك الجو فبيضي ونقري وصفري ما شئت ان تصفري. المهم تقول لهم ما فيش ولا درهم ولا فلس من التركة حد طالما انا على خد الحياة، كل الايرادات بتاع المحلات والبنايات والعمارات والاراضي والايجارات تيجي عندي وانا اللي اوزع. يا سيدة الامبراطورة جيني ولا فوجيني ولا ما تجيني خالص، سبحان الله، ما تسيب العيار كل واحد ياخد اللي له، خلي البنات كل واحد ياخد اللي. ليه؟ لان انا وانت اخوة، لكن اولادي واولادك اخوة ولا اولاد عم؟ اولاد عم. فبتيجي تتسع، يبتدي الولد يشحن ابوه والزوجة تشحن زوجها، اخوك اخذ البيت الحلو، اختك اخذت قطعة الارض اللي على الناصية، اللي مش عارف وزع التركة والدم، ولسه الناس ايه يعني؟ سبحان الله يا مؤمن، واحد قاعد يشتم في الاسلام من ساعة ما تخرج من الكلية لغاية ما مات وعنده 49 سنة يشتم، ومسلم يشتم في الاسلام في كل مقال يكتبه، كل اسبوع شتاه من ساعة من سن 22 لغاية مات من قريب سبحان الله. ترك 60 مليون، مش هقول لك النوع العملة عشان ما نبقاش احنا جبنا سيرة البلد اللي هو فيه، 60 مليون انت لك تتخيل حتى. خلاص قبل ان يدفنوه ثارت مشاكل بين الاولاد لان المال شبهة وحرام. واعلم رجلا مسؤولا والعياذ بالله مرة اختلس 400 مليون ووضعها في بنك من البنوك اللي بتهرب يعني سبحان الله، ولما نمشي معاهم هناك في مؤتمر ولا غيره اقول لهم ده الشارع اللي تحته الذهب، يقولوا اه لا اله احنا نمشي على الذهب، ايه العز اللي احنا فيه نمشي على الذهب، الذهب تحتنا. المهم يعني ارصده العالم المسروقة كلها موجودة. المهم فسبحان الله هو واضح كان اول في اخر السبعينات كانت البنوك السويسرية استخدمت بصمة الصوت، هو حاطط المبلغ كله ببصمة الصوت، في اخر شهرين جالوا عزك الله سرطان في الحنجرة احتبس الصوت، اولاده قعدوا حواليه طب اسم البنك طلعت الروح سبحان الله. فقلت لاولاده احمد الله ان الله لم يرد ان يعطيكم مالا حراما، المال الحرام ربنا صرفه عنك، هو اخده. ماذا كسب عمر الله يرضى عنه؟ قال يا رب لا تجعلني اكتسب مالا حراما احاسب انا عليه في الاخرة ويتمتع ورثتي من بعدي، انا كسبت ايه؟ فاكتب في الوصية الله يرضى عنك ادفن في المكان اللي اموت فيه عشان ما نتعبش حد. الامر الثاني توزع التركة فور انتهاء ايام العزاء. تقبلنا العزاء نقط كده يا اخوانا، البنت دي لها كده والولد دي. في نقطة ثالثة، معروف في بلادنا العربية فقه العادات والتقاليد، الام عندها 4 ذكور وبنت، دايما المجوهرات والملابس والحاجات بتاعت الام مين تاخدها؟ شو انتوا جاوبتوا ازاي؟ يعني اذا ده معلوم من الاسر بالضرورة صح ولا لا؟
هذا خطأ، فيش حاجة اسمها البنت تاخد. ما تركه الميت فهو تركه. تقولك يا شيخ ده جزء من الوصية، لا وصية لوارث، يعني اللي ياخد في التركة ما ياخدش في الايه الوصية دي لمن؟ للغريب، يعني ما يعطيش ابن فلان جزء من الوصية، الوصية لا تجوز. ليه؟ لانه له حق زي اخوته. لكن في بنت تعلمت وبنت لم تتعلم، في ولد تزوج من البيت وعلى حين على حياة ابوه، والولد الثاني في لسه بيدرس، ده يحجز من تركة ابيه قبل التوزيع ما يتساوى ان يتساوى مع ولده. ليه؟ قال له اكل ابنائك نحلت؟ انت اعطيت له كل واحد بستان يا نعمان؟ قال لا يا رسول الله. قال الا تحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل. يعني الصحابي اللي حب يدي بستان لولد من اولاده، امه نفسها هي لها في هو متزوج زوجة اخرى، كان يجب ام الولد ايه تفرح ولا ما تفرح؟ ترقص صح ولا لا؟ ها سبحان لا، قالت اشهد عليه رسول الله، انا عايز المال يوصل لابن ايه حلال، قال لا اشهد عليه غيري. فتيجي الام يقول طبعا انتم عارفين سبحان الله، ولو سألت اي ام، طب بالله عليك انت ليه عايزة تعطي البنت كل اللي عندك؟ اذا حلفتها وهي كانت صادقة، وغالبا ليست لن تصدق، لكن احيانا يصدقوا مع الشيخ احيانا، لان الشيخ يعني هو الاول قال لك ده الشيخ طيب، فاكتشف ان الشيخ مش طيب ولا حاجة، بيفهم احيانا، المهم يعني فهم ان الشيخ عنده مخ. المهم فاذا حلفتها بالله تقول لها انا بعد ما اموت الغويشة الفلانية والخاتم الفلاني تلبسوا زوجة ابن فلان، ده بتكرهني وانا اكرهها. لا اله الا الله يا ستي، بس انتوا توكلوا على الله باذن الله، واول ما يدفنوك والله السلام هيعم في المنطقه، سبحان الله، مش في بيتكم بس ولا عائلتكم، ده هيعم العالم كله من اندونيسيا للمغرب، بس انت توكلوا على الله. كم من اناس اذا ماتوا اراحونا، لا اله الا انت. فتخيل انت احنا عايزين عادات وتقاليد، لا، نحن نريد تقعيد القواعد. ونعود الى القضيه ونقول